بكره شويه يعني حتنصدموا شويه مش شويه كتير. انا ما بدي اقول انه انا ندمت، لا ما بحب هذه الكلمه ابدا، حتى في تجربه حياتي كلها اي شيء سويته حتى لو كان غلط بحبه، لانه بعتبره انه هو تجربه وتعلمت منها. في شيء حيصير حيصدم الناس اوكي، بس كانت تجربة، هو المفروض ما كان لازم يصير هذا الشيء بس صار قسمة ونصيب فصار هذا الشيء. وبالعكس الحمد لله يعني كانت تجربة تعلمنا منها، فانتم ان شاء الله حتشوفوها في حلقة بكرة وبعده وبعده. فأنا أعتذر منكم هذا الأسبوع ما حتشوفوني، لأنه أول شيء غير أنه أنا مريضة، بس ما بدي صراحة أطلع لين ما يخلصوا هذه الحلقات، وإن شاء الله نشوفكم على خير. أنا عارفة في كتير ناس حتنصدم، بس عادي it's okay، يعني تجربة حلوة ومرت.